يا مساء الجمال على احلى متابعين. النهارده خزننا مع بعض او فرزنا مع بعض الفاصوليا الخضراء بطريقه صحيحه من غير ما تفقد قيمتها الغذائيه. يلا كملي معايا الفيديو للنهايه وشوفي وصلنا للمرحله دي ازاي. بس اتمنى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولي. النهاردة حبايبي هنفرز الفاصوليا الخضراء بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وبالطريقة الصحيحة دون فقدان قيمتها الغذائية. تمام؟ اول حاجه معايا الفاصوليا الخضراء اهي. لما باجي اشتريها بشتري اللي لونها اخضر دي يا جماعه، شايفين طريه خالص معايا ازاي؟ بصوا بتكسر بكل سهوله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله اهي شايفين. تاني حاجه انا هعملها زي ما انتم شايفين معايا، انا بقطع ايه العنقود اللي من هنا دوت اهو، بقطعه بالشكل ده من هنا ومن هنا. تمام؟ وببتدي ان انا ايه اخرط الفاصوليا. طيب بخرطها ازاي الفاصوليا؟ بص يا ست الكل، بسم الله الفاصوليا عندي ممكن اخرطها بالشكل ده اهي، زي ما انتم شايفين بخرط بالطريقه دي، او ممكن تعمليها بايدك كده اهي، سهله وبسيطه برضو مفيش مشكله اهي شايفه. بس انا بحس ان الطريقه دي بتدي شكل حلو اهي، زي القلم كده يا جماعه اهي بالشكل ده. طبعا انا بقى ايه هخلص الكميه دي وبعدين هقول لكم نعمل في الفاصوليا دي ايه. دي كده الفاصوليا بتاعتنا بعد ما خرطناها بالشكل ده، هاخدها بقى اغسلها. هنا بقى جبت الحله تمام وولعت النار وهحط قيمه معلقه صغيره كده من الزيت تمام، وهسيبها تسخن شويه. بعد كده ما سخنت خلاص هبتدي انزل بقى بالفاصوليا بتاعتنا. طبعا الفاصوليا مغسوله بسم الله، سامعين بقى الطشطشه دي اهو، هقلبها تقلبتين بس كده اهو، هتقعد قيمه دقيقتين اتنين بس على النار تمام، مجرد ان انا ادي الفاصوليا صدمه عشان تقفل المسام بتاعها تمام، وعشان ما تنزليش الميه اللي فيها وتفقد القيمة الغذائية اللي جواها تمام. هقلبها بس تقلبتين كده لمدة دقيقتين وخلاص على كده. بصوا كده بقى اللون بتاعها فتح معايا ازاي، بقى اخضر قوي قوي ازاي، بسم الله ما شاء الله كده تمام كده خلاص. هطفي عليها العين بقى كده تمام. بعد ما سبتها دقيقتين نطفي النار عليها. هنا بقى بعد ما هديت معايا خلاص وبردت هنزل عليها بايه؟ بمعلقة السكر. معلقة السكر يا ولا معلقة السكر يا جماعة، معلقة السكر دي هي اللي هتخليها فيها قرمشة كده، تحتفظ بالقرمشة بتاعتها وتبقى معايا جميلة جدا تمام. وبرضو ما تخافيش مش هتحسي بأي حاجة، لاني معلقة السكر دي وانتي بتاكلي عادية جدا مش هتأثر معاها، يعني مش هتأثر في الفاصوليا بأي حاجة خالص تمام، يعني ما تخافيش منها. طيب ايه كمان هحطه؟ هحط كمان عصير ليمونه تمام. طب الليمون ليه؟ الليمون هيحتفظ باللون الاخضر ده وفي نفس الوقت هيحافظ لي عليها كده تمام. وهبتدي بقى ايه اقلبها بسم الله. كده تمام زي الفل. بعد ما قلبتها كويس خلاص تماما هبتدي اعبيها بقى في الاكياس على قد الطبخ تمام. وكده حبايبي ده الشكل النهائي عفوا، ده الشكل النهائي للفاصوليا بتاعتنا بعد ما فرزناها اهو في الكيس، حطيناها في كيس تماما. وطبعا من شروط التفريز الصحيح او التخزين الصحيح للفاصوليا ان وانا بعبيها اطلع اي فراغ او اي هواء من الكيس
تمام. شايفين الخضار بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. جميل جدا قد ايه. وتفضل عندك من السنة للسنة ما يجرلهاش اي حاجة. اذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش طبعا في اللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك طبعا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.